أهلاً وسهلاً بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار الاستعداد لفروض الدورة الثانية، وبالضبط الفرض الأول للدورة الثانية بالنسبة للمستوى الخامس أو ما يسمى بفروض المرحلة الثالثة، نشوفوا نموذج الفرض رقم 1 الدورة الثانية المستوى الخامس مادة النشاط العلمي. بالنسبة للنموذج باش تخدموه تلقاوه كالعادة في الوصف، ونتمنى حظ موفق للجميع. إذا نبداو بأول حاجة بوضعية أو وضعية. إذا قامت مدرسة شيماء بخرجة دراسية لفائدة متعلمات ومتعلمي السنة الخامسة من التعليم الابتدائي لإحدى المزارع الفلاحية، وذلك قصد التعرف عن كتب على طرق توالد النباتات والحيوانات. وقد تمكنوا بعد هذه الخرجة من ضبط مكونات الجهاز التناسلي لدى من كل الحيوانات البيوضة والولودة ودوره في عملية التوالد وكذا كيفية تكاثر النباتات. إذا انطلاقا من هذه الوضعية نشوفوا الأسئلة اللي عطرح لنا في الامتحان، ونبدأ بنشاط 1. إذا السؤال الأول، أضع علامة X أمام أعضاء الجهاز التناسلي عند الحيوانات البيوضة. إذا نوضع علامة X بالنسبة للحيوانات البيضاء. إذا كاين عندنا المبيض، الخصية، القضيب، المدرق. إذا بالنسبة كاين بالنسبة لأعضاء الجهاز التناسلي عند الحيوانات البيضاء كاين المبيض، كاين الخصية، وكاين مدرق. إذا هادو هما الأعضاء الجهاز التناسلي عند الحيوانات البيضاء. ننتقل إلى السؤال الثاني، من أين يستمد جنين الحيوانات البيضاء غذاءه؟ إذا بالنسبة للجنين بيكون وسط بيضة، إذا الماكلة اللي كياكل أو يستمد جنين الغذاء ديالو من هذاك صفار وبياض اللي كاين وسط البيضة، إذا كيتسموا من المدخرات الغذائية للبيضة اللي هو الصفار والبياض. إذا يستمد غذاءه من مدخرات، إذا من المدخرات الغذائية للبيضة، من المدخرات الغذائية للبيضة، الغذائية للبيضة، والبيضة أشنو فيها؟ فيها الصفار والبياض، إذا الصفار البيضة وبياضها، أو بين قوسين الصفار والبياض، نعم. إذا هذا بالنسبة يعني الجنين، إذا كيكون ديال بالنسبة للحيوانات البيضاء وسط واحد البيضة، وديك البيضة فيها الصفار والبياض، يعني الجنين يعني كيف يعني يتغذى انطلاقا من هذه المدخرات اللي كاين وسط البيضة، والبيضة أشنو فيها؟ فيها الصفار والبياض. إذا ننتقلوا السؤال أكتيفيتي 2 أون فرونسي، سؤال بالفرنسية. جو ريبون باغ فغي أو فو، أجيب بصحيح أو خطأ. إذا خاصنا نحاولوا سيرتو ملي كيكون كيسيون أون فرونسي، خاصنا نحاولوا نفهموا ماذا، نفهموا المصطلحات بالفرنسية باش نقدروا نجاوبوا على الأسئلة. إذا بالنسبة جو ريبون بار في او فو، نشوفوا الجملة الأولى. شي لي زانيمو فيفي بار لومبريون سو ديفلوب ا ليكستيريور دو كور دو لا فيميل. شنو هو لي زانيمو فيفي بار؟ هما الحيوانات الولودة. إذا عقلوا لا، لي زانيمو فيفي بار إذا هما الحيوانات الولودة، أو في بار هما الحيوانات البيوضة. إذا هنا الحيوانات الولودة لومبريون هو الجنين، يعني كيتطور خارج جسم الأنثى. إذا هنا بالنسبة للحيوانات الولودة بحال الإنسان، يعني بالنسبة للجنين فهو يتطور داخل إذا الأنثى، إذا داخل جسم الأنثى. إذا هذه العكس، إذا معلومة خاطئة. إذا نكتبو أون فرونسي نكتبو أوكي عندنا فور، إذا معلومة خاطئة. إذا نكتبو نايا فو، إذا عندنا معلومة خاطئة، إذا فو. Très bien. On passe à la question ou la phrase suivante. Chez les animaux vivipares, le placenta assure les échanges entre le sang de la mère et son embryon. إذا بالنسبة دائما le placenta هي المشيمة، هي اللي كتضمن التبادل بين دم الأم والجنين. نعم صحيح. إذا بالنسبة للمشيمة هي اللي كتضمن تبادل ما بين الأم والجنين، إذا هذه المعلومة فهي صحيحة. إذا نكتبو فغي، إذا عندنا فغي. إذا هذا بالنسبة للجملة الثانية. الجملة الثالثة، لو فيسبرتي ليون إيت أن فيفيبار،
إذا شنو بعدا لوفيس بيرتيليان؟ إذا هو نوع من الطيور ولكن نوع من الخفاش. إذا إيتان فيفيبا يعني حيوان ولود، وكما كتعرفوا كما شفنا الطيور هي كاملة حيوانات ولودة، لكن المعلومة اللي خاص تعرفوا أن الخفاش بالرغم أنه طائر فهو من الحيوانات الولودة. إذا هذه المعلومة فغي، إذا مكتوب هنا فغي. تخي بيان، إذا أون باس، إذا سالينا الجمل بالفرنسية، نمشيو الأسئلة النشاط الثالث. إذا بالنسبة للنشاط الثالث، ألاحظ رسم جانبه وأعطي اسم كل مكون من مكونات هذه النبتة. إذا هذه النبتة الزهرية، والنباتات اللي خاصكم تعرفوا حتى هي ولودة، النباتات الزهرية ولودة. إذا نكتبوا الأسماء 1 2 3 4 5 6 ونبداو بواحد. إذا هاد واحد أشنو كتسمى؟ مئبر. إذا نكتب إذا مئبر، إذا مئبر، نعم. إذا بالنسبة نمشيو الاثنان، إذا اثنان هذه أشنو كتسمى؟ كتسمى سودات، وغنشوفو أن بالنسبة للسودات هي عضو ذكري، إذا نكتبو سودات، إذا سودات، نعم. نمشيو بالنسبة ثلاثة، إذا عندنا ثلاثة هذه اللي هنايا، اللي هي بالنسبة للعنصر الأنثوي اللي هو كتسمى هذا مبيض. إذا نسميو هنا عندنا مبيض رقم ثلاثة، مبيض، إذا مبيض، إذا رقم ثلاثة. رابعا، إذا رابعا هذه عاملة بحال ورقة، وهذه كتسمى ورقة تويجية، ورقة تويجية، ورقة تويجية. إذا نمشيو بالنسبة لخمسة، خمسة أشنو عندنا فيها؟ إذا خمسة كتسمى، إذا هذه ورقة كأسية، وكاين اللي كيسميها سبلة، إذا نكتب ورقة كأسية، إذا ورقة كأسية على حسب يعني المقرر الدراسي، ورقة كأسية اللي كيسميها سبلة، إذا ورقة كأسية. وبقى لينا ستة، إذا ستة كتسمى مدقة، إذا مدقة، إذا كتسمى مدقة. إذا سالينا العنصر، وبالنسبة للمدقة فهي العضو التناسلي الأنثوي. إذا غنشوفو دابا السؤال الموالي، أحدد لدى هذه الزهرة العنصر الذي يمثل أعضاء التناسلية الذكرية. إذا بالنسبة للأعضاء التناسلية الذكرية هي جوج، هي السودات، إذا نكتبو هنايا سودات. وبالنسبة للعضو التناسلي عند الأنثوي، إذا كاين عندنا المبيض، إذا هنا بالنسبة عندنا المبيض وعندنا ستة اللي هي المدقة، إذا هذه نكتبو هنايا المدقة، إذا العضو التناسلي الأنثوي، إذا نكتبو هنايا مدقة أو المدقة، إذا نكتبو مدقة. إذا سالينا بالنسبة للسؤال، إذا ننتقل إلى السؤال الثاني، كيف تتم عملية الأبر لدى النباتات الزهرية؟ إذا الأبر هما ما كيجيو حبوب اللقاح فوق الزهرة، وكيهبطو حتى لهنايا كيوصلو المدقة باش كينتج التمرة، هادي عملية الأبر. إذا بالنسبة لعملية الأبر لدى النباتات الزهرية كيف تتم؟ إما يعني بواسطة الرياح اللي كتنقل هاد حبوب اللقاح، أو الحشرات، أو عن طريق الإنسان. إذا هكذا تتم عملية الأبر، إذا تتم بواسطة الرياح، تتم بواسطة الرياح أو الحشرات، إذا تتم بواسطة الرياح أو الحشرات أو الإنسان، أو الإنسان هو اللي كينقل هاد حبوب اللقاح. إذا تتم بواسطة الرياح أو الحشرات أو الإنسان. ننتقل إلى السؤال الثالث، قمنا بتجربة آتي على الزهرة في الشكل واحد. إذا أشنو عملنا؟ إذا عملنا حبوب اللقاح فوق. إذا بالنسبة للتجربة، إذا أشنو وضعنا؟ وضعنا حبوب اللقاح، إذا هاد حبوب اللقاح وضعناهم فوق الزهرة، لأن باش تتم عملية، إذا خاصنا يكون لنا حبوب اللقاح باش كيهبطو، أوكي، باش كتنتج التمرة. إذا هكذا كيتم التوالد عند النباتات، باش كتنتج التمرة، والتمرة كتخرج مرة أخرى كتخرج زهرة إلى آخره. إذا هنا عندنا وضعنا حبوب اللقاح، وضعنا بطل عنصر اثنان، وبطل عنصر اثنان اللي هو السودات، اللي هو ماذا؟ اللي هو العضو الذكري، وضروري خصنا عضو ذكري، إذا عضو أنثوي باش تكون هنايا يعني العملية هي هذه. إذا بالنسبة أول حاجة هنا وضعنا حبوب اللقاح، هنا كاين بطل عنصر اثنان اللي هو ماذا قلنا؟ السودات، اللي هو العنصر، هنا بالنسبة للسودات اللي هو العنصر الذكري. إذا فهنايا كاين حبوب اللقاح، هنايا في هذه التجربة الثانية
إذا كاين هناك هنا سنضع علامة إكس على الزهرات التي ستنضج فيها التمر، يعني اللي غيكون فيها يعني غتخرج التمرة. إذا هنا في الحالة الثالثة أوضعنا واحد الحاجز، إذا هذا الحاجز ما يخليش هذيك الحبوب اللقاح اللي هبطوا، إذا هنا ما يكونش عملية، إذا ما تمش عملية التوالد. إذا أشنو هنايا؟ إذا هذه العملية الثالثة أو رقم ثلاثة ما يكونش في نضوج أو ما تنضجش في التمرة، ولكن بالنسبة للشكل واحد هنا كاين كل شيء متوفر، كاين حبوب اللقاح، إذا ستنضج التمرة. هنا الزهرة مفتوحة وخا ما كاينش حبوب اللقاح، يقدر حبوب اللقاح يجيو كما شفنا يعني في عملية الأبر، يقدر يجيو عن طريق يعني الإنسان، يقدر يجيو عن طريق الحشرات لأن ما كاينش حاجز، يعني يقدروا يطيحوا هنايا ويهبطوا بطريقة عادية وخا بط العنصر اثنان. كذلك هنا سيكون يعني ستنضج التمرة، إذا الزهرة واحد والزهرة اثنان ستنضج فيها التمرة. إذا بهذا التصحيح نكونوا سالينا النموذج، نتمنى نكون فتكم، شكرا وإلى اللقاء.